مثليات جنسيه يعني منتشره هنا في شوارع العاصمه الاقتصاديه بعد منتصف الليل. يعني الطروطوار بالعلالي اشخاص متشابهين بالنساء، يعني بالعلالي في شوارع العاصمه الاقتصاديه بالضبط، القرب من شارع الرشيدي، القرب من الفا 55. صراحه انا هادشي ما كيعجبش. فارغة يعني تزامنا وسط أسبوع ليلة ثلاثاء الأربعاء. يعني والحديقة هذه اللي سبق لنا وتحدثنا عنها، الحديقة اللي منعدمة من الإنارة، الحديقة اللي كيطراو فيها مجموعة من السارقات، الحديقة اللي فيها متشبهين بالنساء، الحديقة اللي كيطراو فيها الجرائم، هي هذه حديقة 16 ماي. على غرار الويكاند كيف ما تشوفوا معنا الدنيا خاوية. احنا الان كنتواجدوا في شارع دريس الحريزي، اللي كيعرف المثلية الجنسية يعني كيف ما كتشوفوا معنا ما متشبهين بالنساء، يعني صراحة خاص يدير حل لهذا الشارع هذا.